الخامسة البرنامج، واللي في الحقيقة الاهتمام بالتكوين هو واحد الحلقة أساسية، كنعتبر أن التكوين هو ما ينقصنا. كذلك كنتقدم الشكر لجمعية تعاونية لكسوس الصيد التقليدي اللي تحت هذه الفرصة هذه وبدات على التعاون ديالها مع المبادرات الجمعية. كذلك كنشكر البحارة، كنعتبرهم انا الاصدقاء ديالي، لان حتى انا كنت بحار، انا سبق لي خدمت في المرسى وخرجت في المراكب ديال الصيد، وعندي واحد القصبة نطي من 87. والتجربة ديالي في البحر ملي كنت طالب علمتني واحد المسألة، هو انني نحس بالمشاكل الحقيقية اللي كيعيشها البحار. علاش قطاع البحر ما كيقلعش؟ اكيد ماشي بسبب هذا الموضوع اللي حنا كنهضروا عليه هذا الصباح، ولكن بسبب مشاكل اخرى عندها علاقه بما هو نقابي وبزاف ديال المسائل اللي كتخلي قطاع البحر دائما كيعرف واحد المجموعه ديال المشاكل. بالنسبه لي باش نربحوا شويه ديال الوقت، لان فرتوتي عنده التزامات وتعطلنا في الدو، ولكن انا عندي سبع عجاله نطرح المشاكل اللي كتهدد البيئه البحريه بشكل عام، باش من نجيو نفرغوها في البيئه البحريه ديال العريش اللي غنخدموها مع بعضنا على شكل بحال ورشه اللي فيها كيطرحوا البحريه المشاكل اللي كيعاني منها البيئه البحريه وحتى الواد حتى النهر، وعلى اساس هذاك الشيء كامل غنبلوروه في واحد المذكره مطلبيه، راه كنظن عندكم نسخه منها فيها تقريبا شي 17 صفحه، نقول صفحات فيهم غير العناوين، ولكن كاين صفحات اللي غيتعبؤوا. السلام عليكم. السلام. حنا ماشي مطالبين هذا الصباح باش نعبؤوا هذه المذكره، بقدر ما اننا مطالبين عند نطلعوا عليها ونطرحوا المشاكل ونصيغوها على شكل عرائض مطلبيه. بالنسبه للمخاطر اللي تكلموا عليها الاخوان، هي مخاطر وصلت لواحد الدرجه نقدروا نسميوها ماشي بالخرق، بالانتهاك ديال البيئه البحريه. وصبحت ان البيئه البحريه الدور اللي كانت كتقوم به في التوازن المناخي والتوازن البيئي حتى هو بقى كيختلف. اذا عرفنا ان الكره الارضيه النسبة ديال 71% كلما بمعنى فيها البحر البحار والمحيطات، وكذلك الأنهار والوديان والتجمعات المائية صحيحة في واحد الوقت، ولكن دابا نظرا للتطور التكنولوجي والتطور العلوم والصناعات والتجارب كثيرة، مثلا فيها الذرية فيها النووية فيها بزاف الإشعاعات واحد المجموعة المؤثرات اللي كتأثر في البيئة البحرية، هاد الدور هذا راه ما يبقاش يقدر يديرو البحر. هو نفسه المجال الاخضر في البر، المجال الاخضر ديك 25% اللي كتبقى له حتى هو ما يقدرش، نظرا لهاد الزحف ديال التطور العمراني والانشطه الاقتصاديه المهم والحضاريه اللي كتوقع. بمعنى قد المراكب في البحث مثلا والتنقيب في قاع البحر واحد المجموعه الانشطه اللي هي تسمي كتقول انت مثلا واحد الشركه معينه كبيره دارت واحد الخرق ودارت بين قوسين جريمه بيئيه، وعاد بغيت تبعها يقول لك هذا النشاط هذا اللي كديروا هذه الشركه هو نشاط مشروع داخل في الانشطه المشروعه ديال الشركات لانها كتستثمر وكذا وكذا، واذا ما كيعطيكش ذاك المجال باش انك تتابعه. علاش؟ حيت مثلا افترضوا ان توقف النشاط ديالو كيقول لك غيأثر على اليد العامله، بمعنى انت غتساهم في البطاله وفي كذا وكذا، وحنا باغيين نحركوا الدوره الاقتصاديه وننشطوها.
هذا جانب من المشاكل اللي كتطرح، بمعنى ان هذا الرأسمالية عندها في الفاز الاخرى ديالها سلبية، هو واحد دور تخريبي للبيئة، البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بالخصوص. وحنا كيبقى لنا المجال التدخل في الجانب التحسيسي، لان ماشي غير ما قادرش انني نوقف النشاط ديال معامل مثلا، انني ما نوعيش المواطن شنو التدابير اللي خصو يديرها باش يتصرف بواحد الطريقه واعيه مع البيئه، بمعنى يحافظ عليها، لان الانسان كما كان الحال خصو يكون صديق ديال البيئه ماشي عدو ديالها. المصادر ديال التلوث اللي كتاثر على البيئه البحريه مثلا كنوجدوا مصافي تكرير النفط المقامة على السواحل، هذه منشآت بترولية. كاين التلوث الناتج عن استكشاف واستغلال القاع ديال البحر، وفي هذه العملية هذه حاليا آخر الإحصائيات كتتكلم على تقريبا 1000 محطة ديال الحفر والتنقيب في قاع البحر، على البترول وعلى المعادن وعلى الثروات الطبيعيه اللي كاينه في قاع البحر. وكاين التلوث الناتج عن الهواء اللي كيجينا عن طريق الهواء، كاين التلوث الناتج عن عوادم السفن بالنسبه للسفن ديال الصيد، مراكب الصيد نسبه قليله فيها، ولكن المياه اللي كتكون ناتجه على العوادم هذه ديال السفن العملاقه، السفن الكبيرة النفطية. كاين التلوث البحري من مصادر برية، بمعنى النفايات اللي كيصدرها البر يعني للبحر، وقلنا ان تقريبا 75% ديال هذه النفايات هي اللي كتستقبلها البحر. اذا كل هذه المعطيات هذه، قلت ان كل هذه المعطيات هذه دفعت واحد المجموعة المنظمات وأصدقاء البيئة باش يديروا تحركات، اللي عطات نتيجة ديالها في تحرك واحد المجموعة الدول ابتداء من 1971، اللي غادي يكون واحد المؤتمر دولي في ستوكهولم، مدينة السويد، وبعد ذلك في برلين، وبعد ذلك في لندن. ولكن اللي كيتلاحظ واخا هاد المؤتمرات هادي كتعقد، ما كتوصلش شي نتيجة اللي هي فعالة. علاش؟ حيت كاين التضارب المصالح ديال الدول، حيت اي دولة كيقول لك مثلا في المنطقة اللي مشاعة في البحر بمعنى اللي ماشي ديالي، عيد فوت الحدود البحرية ديالي بحال ما كتبقاش ديالي. وحنا كنعرفوا التيارات المرية، التيارات ديال البحر ممكن تنقل التلوث من اقصى نقطة لاقصى نقطة، وكتكون مسؤولة عليه واحد الدولة مثلا، وكيخرج لك دم. واي دولة تقدر تتملص من المسؤولية ديالها هنايا، بمعنى ما كاينش واحد الآلية او واحد الطريقة فعالة في تتبع هاد الجرائم اللي كدار التلوث في البحر. التشريع المغربي حتى هو ماشي استثناء في هذا الجانب هذا، وكيتكلم على واحد المجموعه ديال النصوص والقوانين اللي عيف في المواد ديالها كيبان انها كتحافظ على البيئه، ولكن على مستوى الواقع كنكتشفوا كاينه حاجه اخرى. مثلا في مراعاه الاحكام التشريعيه المعمول بها، مثلا كنجبروا كل من صب او غمر كل صب او غمر او ترميد المواد من شأنها الإضرار بالصحة العمومية، لأن كاين مسائل اللي كتأثر على الصحة الإنسان بشكل عام، إذا تقاس مثلا الحوت هذاك راه كيأثر فيه بشكل مباشر معروفة، إضرار بالصحة العمومية وأنظمة البيئة البحرية، عرقلة الأنشطة البحرية بما في ذلك الملاحة والتربية المائية والصيد البحري، التقليل من القيمة الترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الساحلية والمساس بقدراتها السياحية. مثلا في هذا الجانب هذا الترفيهي، احنا واخا عندنا مجال ديال البحر واسع ويعطيك هذه الإمكانية دير واحد المجموعة الأنشطة رياضية وترفيهية، ولكن احنا محرومين منها.
مثلا ما يمكنش يدير سباق الزوارق مثلا في واد ملوث او لا ديك ديال الاشرعه او لا مثلا داك المراكب ديال النزهه داك اش كيسميوهم داك العربات في الدراجات المائيه الدراجات المائيه فحال مثلا في الواد كنمشيو للجهه ديال الخيل كوميس كاين التلوث اللي كيهود في الواد وكاين الرائحه الكريهه ما يمكنش تما اذا هذا الوضع هذا كيأثر لك على واحد النشاط تقدر ديرو مثلا ويكون بديل على هذاك الوضع كاين كما نجد التنصيص على هذا الامر المتعلق بحمايه واستصلاح البيئه بانه القاء او ادخال هذه مسائل اللي الدوله كتتابع فيها اللي كيرتكب هذه الافعال ولكن على مستوى الواقع نكتشفوا ان هذا الشيء ما كيتفعلش القاء او ادخال بطريقه مباشره او غير مباشره في البيئه البحريه لاي مواد من شانها الالحاق اضرار بالكائنات والنباتات البحريه او ان تكون مصدر خطر على الصحه البشريه وعائقا لمختلف الانشطه البحريه بما في ذلك صيد الاسماك والاستعمالات المشروعه لمياه البحر وافساد لنوعيه وجوده هذه المياه بمعنى امام هذه المشاكل هذه وامام التملص الجهات المعنيه كما ذكر السي فرتوتي قبيله الدور ديال اللي ممكن يقوم به المجلس البلدي والشركه ديال الموضه والمندوبيه ديال الصيد البحري والوكاله الوطنيه لحمايه الموانئ وكذلك المجتمع المدني حتى هو مطالب لان هذا الشيء ماشي الناس اللي فاعلين عندهم علاقه مباشره مع القطاع او مع البحر ولكن حتى المجتمع لان المجتمع حتى هو معني بهذا المشكل هذا حتى هو كيشكل عليه هذا الخطر هذا بمعنى المجتمع المدني كاينه مداخل كثيره فين يكون هذه العمليه التحسيس والتوعيه من خلال مثلا المؤسسات التعليميه فتحوا المجال للمدارس باش اننا نديروا واحد التحسيس حيت هذا الشيء الوعي بالبيئه خصو يكون شامل عام يشمل كل شيء كاين الدور الاعلام كذلك دور الاعلام مهم في هذا الجانب هذا وكاين اقتراحات غنشوفوها اقتراحات عمليه مثلا اللي ممكن حنا نخدموا عليها انطلاقا من عرض المشاكل اللي قريبه للبحري كيعيشها مباشره قريبه ليه غنطرحوها وغادي نسجلوها هنايا على اساس من بعد غنبلوروا واحد خطه عمل اللي نشتغلوا بها بمعنى احنا ممكن اللي ممكن يدار كاين المسائل اللي بعيده التحقيق ممكن نسجلوها ولكن على مستوى التحرك ديالنا غنشوفوا الاشياء او المقترحات اللي غنضمنوها في هذه العريضه المطلبيه او المذكره المطلبيه اللي ممكن نحققوها وغنسجلوها وهنا في هذا السياق هذا كنفتح المجال للاخوه باش انهم يشاركوا معنا في رصد المشاكل اللي كيعرفها البيئه البحريه بالعريش سواء في البحر او لا في الواد وغنسجلوه